مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج هنا بيروت. فيما أضاءت إيران سماء الأراضي المحتلة بمسيراتها وصواريخها وشاهد العالم برمته الرد الإيراني مباشرة على الهواء، جاء الرد الإسرائيلي على الرد مستترا وأقل من التوقعات والتصريحات النارية الإسرائيلية. فأعلنت مصادر الإدارة الأمريكية بشكل رسمي عن حصول الرد قبل التبني الإسرائيلي له، وحتى هذه اللحظة وبخلاف التأكيد الإيراني أن أي رد سيقابله رد أعنف، لم يصدر عن إيران توعد جديد بأن ردا ثان آت لا محل. فهل تجاوزت المنطقة خطر الحرب الإقليمية؟ في الجنوب يواصل حزب الله الكشف عن قصاصات من المفاجآت التي في جعبته، ولم يرفع حتى هذه اللحظة على الأقل السرية عن أوراق يعرف القريب قبل العدو امتلاكه لها. محليا تواصل الخماسية أو الرباعية بحسب مكان الزيارة جولاتها ومشاوراتها بحثا عن ثقب مضيء في الجدار الرئاسي يجنب البلاد الانزلاق أكثر فأكثر في دوامة سوداء. التطورات الإقليمية والجبهة الجنوبية وكذلك الحراك الرئاسي مواضيع أناقشها وضيفي في الاستوديو الصحفي قاسم قصير، وسنكون في مداخلة مع صحفي قاسم للوقوف عند آخر المستجدات في الحرب الدائرة في قطاع غزة. أول شيء أهلا وسهلا فيك أستاذ قاسم قصير. وقاسم بعد ما أصنع قاسم ومكتمل مرة أحد الزملاء بدي يحكي مع قاسم أم اتصل فيه وعم يحكيني، قلت له انت ظاهر بدك حدا تاني، قال لي بدي قاسم. قلت له انا قاسم قصير، مش لخبطه على الكونتاكت بالتليفون. اهلا وسهلا فيك يعني طبعا زميل قاسم من الزملاء المميزين خاصه بالموضوع الفلسطيني والمقاومه. يعني بدنا نوقف عند رايه بما يحصل. التحيه اهلا وسهلا فيك. رح ابدا معك بالتطور الابرز اليوم. نعم. هل انتهى الرد او هل انتهى هذا التصعيد، ولا حتى هذه اللحظه لا يمكن القراءه في توقعات الرد الإيراني على الرد الإسرائيلي الذي جرى اليوم؟ يعني من خلال التواصل مع بعض المصادر في إيران، يعني سواء مصادر رسمية أو غير رسمية، واضح أن الإيرانيين حتى الآن لم يحددوا موقف نهائي، يعني بشكل نهائي. هلا آخر شيء طلع بيان، يمكن موقف من قائد الجيش، أحد قادة الجيش، كشف أنه هي طائرات مسيرة حاولت صوب أصفهان، تم إسقاطها كلها. واضح المعلومات اللي عم تتسرب انه هي من داخل ايران، يعني اما مجموعه ايرانيه، عاده في مجموعات ايرانيه معارضه، او لا في اختراق ما امني داخلي. لكن حتى الان لا يبدو ان الايرانيين معتبرينه هذا خرق كبير، يعني انه ما صار هجوم صاروخي من خارج ايران. وسبق انه ايران تعرضت قبل عده اشهر لاكثر من هجوم بطائرات لمواقع معينه، واعتبر خارج بس مش داخل الاراضي الايرانيه. بلا صار في معمل بتصور معمل تم تعرض هجوم ما من داخل ايران، في بعتقد قبل طوفان الاقصى انا حسب ما اتذكر، غير عمليات الاغتيال فخري زاده او غيره، يعني انه حصل من بس هذه كلها عمليات امنيه غير موقعه. لذلك اليوم يعني اعتبر يعني اذا بالتحليل انه هي اقرب لعمليه امنيه من لعمليه عسكريه، اضافه انه ما الى احصاء، يعني ما بينت، يعني حتى البعض بيعتبر انه كانه مجرد هذه العاب ناريه حتى هذا التوصيف. هلا شو ممكن يعملوا الايرانيين؟ لهلا كموقف رسمي ما محدد. هلا طبعا الايرانيين مخدين قرار انه اي اعتداء بده يتم الرد عليه وعلى اوسع مدى، يعني مش مثل ما صار بالمره الاولى. هلا هل هذا يعتبر بالنسبه لهم خرق كمان للسياده الايرانيه كيف بيردوا امنيا او عسكريا؟ انا حقيقه ما عندي الامل. بس التصريحات، عذرا على المؤاخذه، التصريحات اللي سبق وطلعت من الجانب الايراني هل بتحطها بوقتها تحديدا، يعني من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، وايضا يعني كافه التصريحات العلنيه طلعت بانه اي رد بما شو ما كان شكله او شو ما كان ماهيته راح يتم الرد عليه، هل تعتبر هذه التصريحات وقتها يعني كرسائل تهديديه اكثر ما هو حسب معلوماتي؟ حتى على مستوى قائد الجمهوريه الاسلاميه السيد علي خامنئي معطي تعليمات لكل المسؤولين انه اي استهداف اسرائيلي يجب الرد عليه مباشره، يعني بدون حاجه لاجتماعات ولا لقاءات او لتقييم اي عمل اسرائيلي. لكن الان الاشكال اللي صار اذا بدنا نحكي او الالتباس الحاصل انه هن هل يوصفون هذا اعتداء من قبل اسرائيل مباشر او عمليه امنيه يجب تعطيها بشكل، لكن هم ماخذين قرار الايرانيين وهذا ما اعلن
بشكل انه مش بحاجه بعد لا يخبروا حدا ولا يعطوا مهل ولا لا كان في قرار يبدو هذا على مستوى السيد القائد يعني مش على مستوى لا الحرس الثوري ولا مجلس الامن القومي حسب ما احد المصادر اللي لها علاقه يعني بمكتب السيد القائد باكد انه كان انه اي هجوم على ايران يجب الرد عليه بقسوه هذا كان الموقف وهذا اللي عبر عنه بشكل رسمي هلا بيبقى توصيف ما جرى اليوم هل هو بيعتبروه الايرانيين اعتداء وكيف بدهم يردوا عليه او لا عمليه امنيه يجب ان تعالج بطريقه اخرى انا بتقديري هلا الشخصي نحن امام مواجهه مفتوحه الامور لن تنتهي يعني الا اذا الامريكان عمدوا لانهاء الحرب بغزه يعني طالما في حرب في غزه طالما في مواجهات بالمنطقه طالما ايران هي جزء من محور المقاومة وعم بتقدم كل ما يمكن لهذا المحور سيتزق الاستهداف الإسرائيلي سيستمر بأشكال مما قد يفرض مرة أخرى على إيران العودة إلى الرد المباشر يعني هذا الموضوع سيكون قابل إلا إذا حصل يعني تفاهم كبير أدى لوقف الحرب بغزة يعني المشكلة الأساسية أنا برأيي وهذا بعكس من كل اللي قالوا أنه الصراع بين إيران وإسرائيل سيؤدي إلى تجاهل أو وضع حرب غزة بمحل تاني لا ما هو المشكلة الأساسية الحرب بغزة ودور إيران بموضوع ليش تم استهداف مجموعة الحرس الثوري اللي كانوا بالشام ما هو مش سهل ما كانوا جايين عم يتنزهوا بالشام هو نظرا لحجم مشاركتهم بما يجري بهذا الإطار هل صحيح ما تردد أو المعلومات التي تم الحديث عنها بأنه إيران بما أنه حضرتك عندك مصادر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنه هناك كان رغبة أو كان اقتراح إيراني بأنه حتى ممكن السكوت عن الرد أو ممكن التغاضي عنه في حال كان هناك تطور إيجابي في الملف في ملف التفاوض ووقف إطلاق النار في غزة تحليلات كتبت كان في قرار إيراني بالرد منذ اللحظة الأولى بعيدا عن يعني وشكل منفصل عن التطورات الرد الإيراني الذي حصل كان في قرار فيه هلا بيبقى توقيته كان متى وشكله هو هون صار النقاش أنه أي يوم بيصير وكيف الشكل اللي بده يصير أما القرار بالرد منذ اللحظة الأولى يعني بسيناريو افتراضي حتى لو تم التواصل لاتفاق نار حرب غزة ما حرب إطلاق نار في غزة يعني طبعا إيران تدعم أي وقف إطلاق نار بس حتى لو هذا الشيء صار قبل يعني تاني نهار من الضربة الإسرائيلية كانت إيران سترد على هذه الضربة إيران اعتبرت وهذا يعني بعد نقاش طويل أنه ما جرى هو اعتداء على أرض إيرانية السكوت عن هذا الاعتداء يعني يجعل إسرائيل يمكن أن تقوم باعتداء آخر بأي وقت مش بس على يعني بتصير كل سفارات إيران بالمنطقة معرضة للخطر كل دبلوماسي إيراني معرض للخطر أنت ما فيك تسكت عن الموضوع أرض إيران معرض للخطر لذلك اتخذت القيادة الإيرانية خيار رد لكن حرصوا الإيرانيين على مدار يمكن أول شيء هيئوا للرد دبلوماسيا وسياسيا لأنهم حتى ما يعطوا لا للإسرائيليين لا للأمريكا ولا لحدا أنه إيران عم تعمل اعتداء بالمعنى الاعتداء لا إيران عم تعمل رد على اعتداء ما بدها تستهدف حتى إسرائيليين عاديين بدها تستهدف قواعد عسكرية ما بدها تروح على حرب إيران هذا كان قرار إيراني وبنفس الوقت ما بدها تفوت بمشكل مع الدول المجاورة يعني مع الأتراك كان في تنسيق مع السعوديين مع الإمارات مبلغين كلهم مع المصريين يمكن حتى الأردنيين كان معهم خبر الأردنيين للأسف يمكن تصرفهم كان ممكن يتركوا الأمور مثل ما هي مش مضطرين حفوت معك بتفاصيل حول ما كشفته هذه الضربة أو هذا الرد عن أدوار الدول العربية بالنسبة لوقف الحرب على غزة هذا مطلب إيراني مطلب المقاومة مطلب الشعب الفلسطيني بس ما كان في مقايد لأنه ما في انت اصلا مطلب وقف اطلاق النار هو مطلب طبيعي لازم يوقف اطلاق النار اليوم قبل بكره ولازم يوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني بس انت ما بتعمل مقايضه بينه وبين رد على اعتداء عن بطال اراضيك يعني هذه هي حسب معلومات انه لا كلها كانت تحليلات وارسال رسائل والايرانيين بلغوا من اليوم الاول انهم سيردون ما في مجال ممكن الامريكان قدموا عروضات انه شو ممكن احتمال يكون لانه الامريكان بعثوا رسائل انه ما تعملوا رد وشوفوا شو بدنا نساوي اخر شيء الصيغه النهائيه اللي تم التوصل لها انه هذا استهداف عسكري لن نذهب الى حرب واسعه وما لنا مصلحه بحرب واسعه نحن ونحن بدنا نستهدف البنية العسكرية واللي عملوه الإيرانيين هو المكانين على الأقل اللي تم استخدامهم هذا هو في يعني الاستهداف اللي عملوه الإيرانيين عملوا قسمين يعني قسم استعراض ونوع من إلهاء إذا صح التعبير يعني هذا العدد الكبير من الطائرات المسيرة والصواريخ هدفها أول شيء هدف عرض قوة
وتاني شيء إلهاء المضادات الجوية حتى يقدروا يوصلوا. لو وصل بس 5 صواريخ على القاعدة العسكرية بالنقب و5 صواريخ على القاعدة المراقبة بالجولان بكونوا حققوا هدفهم. لا يعني كل الإحصاءات اللي تكشفت بعدين بعد الإعلان الإسرائيلي الأول بأنه 94% تمام، يعني إذا 84 عندك 17 صاروخ على الأقل يعني باليستي كروز، وفي صاروخين او 3 صواريخ باليستيين يعني هو مطلوبين يعني مش بهيك. طب بدي اسال يعني قديش هناك الكثير من التغيرات او اذا بدك من تداعيات لهذا الرد، اول شيء على المستوى السياسي ونسف ربما جزء كبير من السرديه اللي كانت موجوده سابقا صبر استراتيجي اولا بانه ايران يستحيل ان تدخل في اي صراع ويستحيل ان تدخل، وبان اي اعتداء عليها سيتم الرد من قبل حلفائها او ما يطلق على تسميته ما يعرف على تسميته بأدواتها وكلائها في المنطقة. رح أسألك عن هذا الموضوع، بس يعني خلينا نرجع شوي ب يعني عودة بالزمن إلى الوراء وربطا بما كان متوقع من تداعيات لهذه الضربة. الكل بوقتها أول ما قامت إسرائيل بهذا الاعتداء أو بهذا الاستهداف للقنصلية الإيرانية بأنه نتنياهو يحاول استدراج الإيرانيين إلى معركة لكي يستدرج الولايات المتحدة ولكي يطيل أمد الحرب. هلأ من بعد ما تكشف من الرد الخجول خلينا نقول الإسرائيلي على إيران وتداعيات الرد الإيراني نفسه بإظهار القوة وبإظهار بأنه معني، هل هو خطأ تكتيك ارتكبه بنيامين نتنياهو بالاستهداف أم شو كيف بيتفسر هلأ؟ يمكن أحسن توصيف هيك سمعته من أحد الأشخاص بيهتموا بالشأن العام، هو منه صحفي أو سياسي بس بيتابع هذا دائما، هيك بصير أنه توصيف نتنياهو مثل المقامر كل يوم عم يخسر فبيروح على مزيد من الخسارة، بيروح على مقامرة جديدة. نتنياهو منذ طوفان الأقصى خسر المعركة من الأساس، فراح على حرب على غزة، خسر الحرب على غزة نتائجها، راح على استهداف حزب الله افتراضا عم بيخسر يوميا، استهداف إيران عم بيخسر. نتنياهو ليس لديه خيارات لأنه المعركة الكبرى لنتنياهو خسرها أمام الشعب الفلسطيني، هي المعركة الكبرى. كل الجبهات الثانية مع اليمن أو مع لبنان وصولا هلأ نجي للمعركة الكبرى اللي هي إيران، لأنه هو راح من معركة كبرى مع الشعب الفلسطيني لمعركة بيعتبرها هي المعركة الأساسية الأهم، لأنه بكل التحليلات واللي بيتابعوا الشأن الإسرائيلي بيقول لك نتنياهو كان يركز دائما أن الخطر الوجودي على إسرائيل هو إيران، وطلع عرض الصورة الشهيرة في الأمم المتحدة، فاعتبر يمكن أنه هاي هي اللحظة المناسبة للذهاب إلى الحرب عبر استهداف. منه خطأ، منه حماقة بالمعنى أنه واحد عم يعمل شيء ما بيعرف شو عم يعمل، لا عم يعرفين شو عامل هو، ويمكن هو كان مراهن أنه بياخد إيران على حرب وبخلي الأمريكان يفوتوا بالحرب. واضح أنه لا الأمريكان بدهم حرب ولا الإيرانيين بدهم حرب، ويمكن هاي هي الدبلوماسية اللي نجحت بها. طيب في ظل كل ما يحكى عن الضعف المتراكم عفوا على البصلان كتير مهمة هذا النقطة، في كتير حكي عن حجم الضعف الذي يعني يعاني منه نتنياهو، وعم نسمع كتير يعني عن يعني تحريض أمريكي وحتى التصريحات الصادرة عن زعيم المعارضة يائير لابيد والدعوة إلى انتخابات وأسقاط هذه الحكومة. ما جرى بهذه الحادثة وما ربما أجبر على القيام به نتنياهو من الرد اللي شفناه، هل هيدا بيسرع بمسار إمكانية يعني سقوط نتنياهو؟ يعني يمكن أحسن توصيف اللي سمعناه اليوم من بن غفير، يمكن اعتبر أن هذا الرد مسخرة حسب اللغة اللي استخدمت أو شيء هيك يعني ضعيف أو شيء. هذا التعبير بدل أنه لوين وصل الأمور. طبعا هو حلفاء نتنياهو اللي هن معتمد عليهم الآن، يمكن نحن يعني مش عم نشوف هذا التراجع بالبنية الإسرائيلية الداخلية لأنه هذا التراجع عم بيصير يعني يوم بيوم، يمكن بلحظة ما رح نشوفه كله سوا، بس واضح منذ طوفان الأقصى إلى اليوم وحقيقة هذا المشهد يمكن هذا العصر اللي عم نعيشه اليوم هو عصر هذا الانهيار البطيء، مش بس للمستوى السياسي للمستوى العسكري للعمق الاستراتيجي لإسرائيل. إسرائيل اليوم لو ما في 4 دول كبرى وقفت معها هل كانت قادرة أن تواجه هجوم الإيراني؟ يعني واضح اليوم إسرائيل ما يعني كل الحلفاء أساسيين. طب إسرائيل اليوم لو ما الدعم العسكري الأمريكي اليومي كل مخازن السلاح الأمريكية بكل المنطقة مسخرة لإسرائيل لتكمل معركتها، مش قادرة تكمل معركة غزة، ولذلك الأمريكان
ماسكين وعائدة إعلانات، بس بدهم إياه بيتركوه افتراضهم، بس ممنوع ممنوع. أنت بتعمل رد بس رد محدود، يعني هذا الرد هو كمان بطلب أمريكا اليوم، لأنه أمريكا ما بدها تروح على. أنا تقديري نحن أمام إسرائيل جديدة بجنونة جديدة من بعد طوفان الأقصى، أنه راحوا على كل شيء بينعمل يسيء، حتى إذا بده يحكي الواحد يسيء لهم، لصورة إسرائيل، لصورة أنه هن الضحية بالعالم، لصورة هذا البلد اللي قدموا لنا إياه أنه ديمقراطية، للمظلومية اللي كانوا يقدموها بالعالم. كل السرديين ضربت الآن، البعض بيقول لك ضربت إيران أعادت لإسرائيل، ما أعادت لإسرائيل، بس كشفت أكثر الخلل. عبر حدا مسؤول إسرائيل نحن نجحنا عملاتيا بس لكن خسرنا استراتيجيا، لأن صحيح أننا سقطنا عدد كبير من الصواريخ وأمننا تحالف بالمنطقة لا يدافع عنا، بس اخر شيء يعني نحن عش قادرين ندافع عن حالنا. طب ما اسرائيل اللي على مدار 70 سنة عم تتقدم بالمنطقة انها هي شرط المنطقة، اذا امريكا بدها تعمل شيء بالمنطقة بتقلها لاسرائيل، اذا بدها دولة عربية يصير عليها المفاعل الديمون، المفاعل النووي العراقي اسرائيل دمرته، مشروع المفاعل النووي السوري اسرائيل دمرته، الدول العربية اسرائيل مسكتها باعناقها، ما في دولة بتقدر تتصرف من دون تحالف مع اسرائيل او بموافقة اسرائيل. هي اسرائيل اليوم بحاجة لكل هالشيء للدفاع عن حالة، يعني سقط هذا العمق الاستراتيجي. نتنياهو وغيره أنا برأيي نحن سنكون أمام وقت ما يصير وقف إطلاق النار، حسب كل المختصين بالشأن الإسرائيلي والفلسطيني بدك يعني هذه نهاية نتنياهو، إنه يعني خلاص ما عاد في شيء، وبدهم نروح أبصر شو بده يصير مجتمع إسرائيلي ويفوتوا حتى الخلافات بين بعض. نحن أمام يعني في نصر عم يتحقق بكلفة عالية، لكنه ليس نصرا مثل ما بيقولوا يعني واضحا او حاسما، لكن نصر عم بيتم بالتعبير سمعت كثير يعني لما تذكر هذا التعبير. انا يعني خليني اكون بالجهه المقابله، اي حدا بيذكر هذا التعبير ومصحوبا بكل الصور التي تاتي من غزه هيك بيحسوا يعني انا وجاي لعندك هذا خطر، انه احتملت احتمال وقت ما احكي هالكلمتين. انا ما كنت ايام ثوره الجزائر، يعني الثوره اللي قدمت مليون شهيد من أجل مواجهة الاحتلال الفرنسي، مليون شهيد. يعني أنا عم بتخيل، وبعدين قرينا عن الثورة الجزائرية شو كان يساووا فيهم الفرنسيين للجزائريين، القمع والقتل وحتى الاغتصاب والذاك، وبقيوا لا، ومش بس بالجزائر، حتى المغرب مهدي بن بركة كيف قتلوا. طب هاي الثورات اللي بدأت تعمل نصر انه ما راح تكون بدون يعني تضحيات. يعني طبعا الشعب الفلسطيني الان يعني عم بيقدم اقصى تضحيه له بتاريخه بفتره معينه، يمكن الشعب الفلسطيني على مدار 70 سنه قدم تضحيات، لكن لاول مره بتتكثف التضحيات بوقت محدد وبشكل محدد معين. يعني عم نشوف كل المشاهد، وبسبب طبعا الاعلام اليوم، والا كل المجالات تكبت على مدار هذا. الشعب الفلسطيني عم بيخوض اليوم معركه مش بس تحريره هو، تحرير المنطقة من إسرائيل. يعني هذه معركة كبرى، وتحريرنا كلنا من وهم أنه هي إسرائيل بتقدر تعمل اللي بدها إياه. طيب على مدار 6 أشهر 7 أشهر رح يصير، لبعض يمكن أسبوعين بيصيروا 7 أشهر، إسرائيل عاجزة عن إنهاء هذه المقاومة بغزة اللي هي منطقة مقفلة محاصرة، إمكانياتها محدودة افتراضا، وبظروف اقتصادية ومعيشية صعبة جدا، وما قدرت حسمت المعركة. طب هذا شو بينقال عنه بالعلم العسكري، بالعلم الاستراتيجي، بالأمن؟ طب إن واحد ما حقق، بينقال عنه فشل إسرائيلي، فشل، ولكن ليس بالضرورة نجاح فلسطيني. ما هو فشل العدو، يعني انتصار للشعب هذا الصامد، وهذا انتصار منه يعني مش بسيط. يعني أنا طبعا كل يوم أنت إذا بتتخيل هذا الشعب، امبارح المشهد اللي الشعب الفلسطيني اللي واللي أزعج الإسرائيليين عم بروح على البحر ليعيش الحياة يمكن بهيك بلحظة ما، واللي شاف فرجه الإسرائيليين أنه كل هالشي اللي عملناه فيهم بعضهم حتى بروح. في مشهد تاني هيك ملفت جدا بالعيد، يعني كيف الأطفال عم بيلعبوا على أسطح المباني المدمرة. هذا ما هو هون، ما هو لأنه الإسرائيلي شو كان بده؟ أهم هدف كان لإسرائيل غير إنهاء المقاومة تدمير هذا الشعب الفلسطيني وكسر معنوياته ودفعه للهجرة وترك غزة. ربطا بالتعبير اللي ذكرته بأنها معركة تحرير، رح أخذ هلأ المداخلة من الصحافة قاسم اللي بعرف يعني حجم معرفته بغزة زاروب وحي حي، على الرغم من يعني التغير الكبير اللي حصل في معالم هذه المدينة وهذا القطاع بعد الهجوم الإسرائيلي. يعطيك العافية أستاذ قاسم.
يا هلا استاذ ادم، تحيه ضيفك الكريم. اهلا وسهلا فيك. بتوافق ما يعني ما وصفه الاستاذ قاسم قصير على انه على الرغم من الاحتلال الجديد الذي يمارسه الإسرائيلي في قطاع غزة وتقطيع أوصاله ومشهد شيء بيشبه ما قام به على مدى العقود الماضية في الضفة الغربية بأنه نهاية هذه المعركة ستكون استقلال جديد أو تحرير جديد لقطاع غزة بالرغم من عم نشوفه من صور يوميا؟ أول شيء أنا في عندي مشكلة بصوت، ما قادر أسمع السؤال بطريقة جيدة أبداً، بس ما قادر اسمع السؤال. هلا رح ارجع عيد السؤال. عم بسالك تفضل. عم تسمعني هلا منيح؟ نعم تفضل. عم بسالك بتوافق على توصيف الاستاذ قاسم بانه هذه المعركه على الرغم مما نراه يوميا هي معركه تحرير لقطاع غزه على الرغم من مشاهدتنا للاحتلال الجديد وتقطيع اوصال القطاع بما يشبه الى حد كبير يعني كيفيه تقطيع اوصال الضفه الغربيه وتقسيمها الى مناطق ونصب حواجز، بتعتبر بأنه بنهاية هذه المعركة هناك صورة أكثر بياضا خلينا نقول ستنتج عن هذه المعركة؟ لك من المتيقن، مش المؤكد، من المتيقن أن نهاية هذه المعركة حتكون الصورة مغايرة كليا للي عم نشوفه اليوم. يعني غزة لن تتحول إلى الضفة الغربية، غزة لا يمكنها أن تتحول إلى الضفة الغربية. هلا الإجراء اللي عم يعمله الإسرائيلي حاليا من ناحية تقطيع القطاع شمال جنوب وسط بينقل العالم من هون لهون، هذا إجراء عسكري عم بيصير حاليا، ولكن نهاية هذه الحرب هو خروج الإسرائيلي. يعني أحد شروط انتهاء هذه الحرب هو خروج الإسرائيلي من قطاع غزة وانسحاب العسكر. يعني هلأ كل هالإجراءات اللي عم يعملها لا يوقف الحرب، بده يسحب الجنود وبرا القطاع، غير هيك ما بتوقف الحرب، بتضل مكمل سنة وسنتين وثلاثة. يعني ما أفشل المفاوضات حتى الآن هو تعنت الإسرائيلي ورفضه الانسحاب من خارج قطاع غزة. طيب خليني أسألك، يعني ولو حكون يعني سوداوي بتصوري، بس يعني ما حصل لاحقا وما نعرفه اليوم عن كيفية إدارة وتقطيع أوصال الضفة الغربية أيضا سبقوا انتفاضات عديدة ومقاومة عسكرية على الرغم من اختلاف شكلها عن المقاومة العسكرية اللي موجودة بقطاع غزة، هل يعني هل يقينك بيضلوا يقين لما تنظر لتجربة الضفة الغربية وبأنه كيف تم وعذرا على التعبير تطويعة زمنيا وتحويلة للشكل الحالي اللي نحن موجودين فيه حاليا، ولا هذا يستحيل أن يطبق على غزة بعد ما شهدت فترة عقد من الزمن أو عقد وأكثر من الزمن استقلال حقيقي أو تحرير حقيقي على الرغم من الحصار؟ لك الواقع بالضفة مختلف كليا عن الواقع بغزة. يعني أنه ينعكس صورة التطويع اللي موجود بالضفة، وهو هون هذا كمان بده نعاش، أنت في جزء كبير من سكان الضفة هم مقاومين. طبعا هو مش تطويع أكثر من ما قمع حتى يعني تساهم أجهزة السلطة نفسها بتكريسه. صحيح، هو دور السلطة الفلسطينية اللي عم تشتغله بالضفة الغربية هو مساهم أكثر من اللي عم يعمل إسرائيلي بالضفة. ولكن لنعود لغزة، بموضوع غزة أهل غزة يعني هن السلطة الموجودة في غزة اللي كانت متمثلة بحركة حماس هي غير متعاونة مع العدو أو تقمع المقاومين أو تمنع العمل المقاوم أو أي شيء من هذا النوع يتعلق بمواجهة العدو. وشكل الحرب الحالي وما يجري الآن وما هو متوقع لاحقا أنه المقاومة ستبقى مستمرة بقطاع غزة وستتحول من تنظيم ممكن عالمي إلى تنظيمات سرية وإلى العمل السري مثل بدايتها أول ما بلشت، ولكن أنه توقف العمل المقاوم لا، ما هيتوقف، ما فيهم يوقفوا، لأنه هن ناس عاشوا من 2005 ل 2024 الحرية. يعني ما في عندهم جيب عسكري بفوت بسكر منطقة كلها ليلة لأنه فات مستوطن، ما بتصير هاي بغزة. فاللي عاش هذا الشيء ما بيقدر يرجع يقبل يعيش تحت الاحتلال. طيب ربطا ب يعني الرد الايراني الذي حصل اخيرا على اسرائيل، هل هذه الضربه يعني خلينا نرجع هيك ولو بشكل سريع نسترجع عن كل الانتقادات او كل ما كتب وكل ما تم التعبير عنه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي من ناشطين ومن مؤثرين ومن خلينا نقول اصحاب قرار ايضا في هذا الشان عن بين مزدوجين ربما اعتبروه تخاذل من قبل حلفاء المقاومه في غزه عن
تلبية النداء أو المساهمة بشكل أكبر. هل ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في آخر رد لها يقوي الموقف الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية سواء بالمفاوضات أو في المعنويات أو في إزالة كل هذا يعني الانزعاج خلينا نقول اللي حصل بعد اندلاع بعد حصول 7 أكتوبر؟ لك هو الإيراني بعد 7 أكتوبر كان عم يعمل مراجعة استراتيجيته بالمنطقة. كانت المراجعة هيدي ممكن فيك تعتبر أنه عم بكشف معلومة. كانت هيدي المراجعة أنه نحن خلص وصلنا لمرحلة لازم نوقف صبرنا استراتيجي ونتحول إلى خلق ردع بوجه العدو الإسرائيلي. هيدي المراجعة بلشت بعد 7 أكتوبر لأنه الإيراني أدرك أنه الإسرائيلي يحمل حرس الثوري وقوة القدس مسؤولية 7 أكتوبر بيحملها بطريقة مباشرة غير مباشرة. بيعتبر هو الإسرائيلي أنه تسليح حماس وقوة حماس وتدريب حماس سببه الإيراني وقوة القدس الموجودة في سوريا ولبنان. فالإسرائيلي بعد 7 أكتوبر أخذ قرار لضرب الوجود قوة القدس في سوريا أولا. والإيران بهالفترة كان عم بيعمل مراجعة أنه أنا يجب أن أخلق ردع للعدو الإسرائيلي. جرت عدة ضربات. هاي عدة الضربات وصلت الإيراني لنتيجة أنه نحن خلص لازم نطلع من الصبر الاستراتيجي وتحول إلى خلق ردع بوجه العدو الإسرائيلي. واستهداف السفارة القنصلية الإيرانية في دمشق ثبت هذه المراجعة وثبت القرار اللي أخذوه الإيراني. فكان الرد هو اولا ليحفظ يعني هو رد لانه لا يحفظ الايران كدوله وكاراضي. والرد اللي بعدين الوجه الثاني للرد هو لخلق المعارضه. هلا نحن بعد ما جرى اليوم فجرا كمان نحن بمرحله رسم المعادلات بين ايران والعدو الاسرائيلي. هيدي المرحله اللي هي الرد والرد المضاد خلصناها اليوم الصبح. يعني اليوم خلصنا أول معادلة جديدة ترسم أول فايز من هالمعركة اللي هي الرد والرد المضاد خلصناها. يعني الرد الإيراني كان صاخب واضح بين علني ببيان رسمي. وما يقال أنه هلأ رد إسرائيلي في ناس بدهم يعتبروه أو في ناس بيعتبروه خفيف. وما هو بس أنه اللي عمله الإسرائيلي هو بلا بصمة لم يعلن لم يكن واضحا وكان ضعيفا أمام الرد الإيراني. فهلأ نحن بالفترة الجاي ممكن نشوف مواجهات متبادلة بين الطرفين. مواجهات ممكن تكون مباشرة أو غير مباشرة بين الطرفين ليكتشف الطرفين المعادلات اللي وضعوها وين تتطبق يعني أي منطقة. أنت ممكن تفضل. يعني انت ممكن ان تذهب حد القول بانه يعني من بعد ما انتهينا من هيدي المرحله حتى يمكن ان لا تسكت الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من بعد ما حققت الجزء الاول من تغيير المعادله ويعني القفز فوق مقوله الصبر الاستراتيجي بانه حتى اي استهداف لقواتها في سوريا أو أي استهداف آخر مش ضروري استهداف على أرضها مباشرة بما تمثل بالهجمة الإسرائيلية على قنصليتها في سوريا بأن يلقى رد مباشر أيضا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بغض النظر عن المكان الاستهداف؟ ما هو هذا السؤال إذا حدا بيقول لك بيعرف الجواب تاعه بيكون كذاب صراحة. هو الإسرائيلي ما عارف جوابه لهذا السؤال. هو الإسرائيلي مضطر يكتشف. يعني لما يقول في اكتشاف بالنار بدهم يكتشفوا بعض. الإسرائيلي مضطر يكتشف هالنقطة أنه أنا إذا قصفت قوة القدس بسوريا هل سترد علي إيران؟ هو هلأ نحن هي بمرحلة الاثنان عم بيخلقوا معادلة والاثنان عم بيرسموها والاثنان عم بيكتشفوا أنه أنت هون ممنوع أنت ممنوع تقرب لهون هالقد سقفك هالقد سقفك. يعني نحن هلأ بمرحلة في رسم معادلة جديدة بالمنطقة بدأ يصير فيها تبادل إطلاق نار ونتوصل للحد النهائي على كل طرف يعرف قد إيه مستوى الردع اللي خلقه. طيب حسألك السؤال اللي سألته للأستاذ قاسم أيضا ربطا بكل يعني إذا بدك الخطاب الذي بنى إعادة يعني عودته إلى السلطة في إسرائيل بنيامين نتنياهو يعني
مش ضروري نستذكر الاستعراض اللي قام فيه بالأمم المتحدة وتصوير الإيران وأن هي خطر الرئيسي والمركزي واستعراض الصور وإلى آخره. وربطا بمقال كتبته بموقع الكرمل بعنوان نتنياهو والوحش الإيراني، هل ما جرى والرد الخجول مجددا اللي طلع من إسرائيل ردا على الهجوم الإيراني، هذا يزيد من مأزق بنيامين نتنياهو في السلطة ربطا بكل شيء عامله قبل حتى بمعركته الكلامية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ يعني هل يمكن أن نقول أن نشهد أيام نتنياهو الأخيرة في السلطة؟ ما هلأ نشهد أيام نتنياهو الأخيرة، هاي بدأ مبالغة، بس وقف الحرب، نشهد منبلش من عد أيام نتنياهو، بس طول ما هي هلأ الحرب دائرة ونتنياهو من مصلحته الحرب تطول بقى أي جبهة، نتنياهو مستعد بده يخانق العالم كله هلأ، لأنه يدرك بلحظة سكوت المدافع ووقف إطلاق النار الجمهور الإسرائيلي سينقلب عليه وسيحاسبه على 7 أكتوبر وعلى فشله بالردع قدام إيران، هيتحاسب على كل هيدول نتنياهو. نتنياهو يسعى انه هو عارف انه هيتحاسب، بس بفرق بين ما يتحاسب كبطل وفي فرق بين ما يتحاسب كواحد كان اسوأ شخص بتاريخ اسرائيل. على صعيد السؤال انه نتنياهو حاليا بنى سربيته وبنى مجده وبنى تاريخه كله على موضوع مواجهة ايران، وعندما اصبحت المواجهة بينه وبين ايران رأينا الرد الخجول اليوم. هلأ ما بنعرف، يمكن هيدا الرد يكون مش هو الرد، يمكن بعدين يصير رد كبير. ألو ايه عم بسمعك بعدك معنا على الهواء. ممكن بعدين يصير رد كتير كبير هلأ، بس على هلأ هاللحظوية اللي نحن فيها الرد اللي كان عمله الإسرائيلي هو ليس رد معروف بوحشية الإسرائيلي وبجنون الإسرائيلي. هلا ممكن ان يكون هناك قرار بالتوجه لتنفيذ عمليات امنيه داخل ايران، هذا بيصير موضوع ثاني، ولكن حتى العمليات الامنيه داخل ايران تاتي في سياق الردود الطبيعي اللي كان اسرائيل يعملها مسبقا قبل ما يصير ليله 14 نيسان. فنحن هلا برجع بقول انه نتنياهو امام مأزق، ونتنياهو بمكان ما يعني عند العدو الإسرائيلي عادة الجيش ما بيفتح أكثر من جبهة، يعني هو بالجيش عادة بيركز على جبهة بس يخلصها بيروح للجبهة الثانية. فالإسرائيلي حاليا عم بيركز على موضوع غزة، عنده الموضوع غزة ولبنان، هو الاثنين عاملين هو أزمة، فبس يخلص هو بعدين بتقلي ممكن يتوجه إلى إيران تكثيف الضربات تكثيف العمل الأمني. كمان هيدي مثل ما قلت أسئلة ما حدا بيمتلك إجابتها. لك هلا نحن بمرحلة عم ترسم معادلات، فالكل الأطراف عندها أسئلة بدل الإجابة عنها لهالأسئلة اللي بدها تتم بالنار، بدها تتم بالاحتكاك المباشر مع الطرف الآخر، فهن هلا عم يكتشفوا بعض. واضح. رئيس مؤسس موقع الكرمل الصحفي أسماء، أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات فيها، شكرا جزيلا لك. طلاء من الشيء اللي كان عم بيقوله وحجم الاكتشافات اللي ما ممكن الله تصير إلا بالنار، طيب خلينا نقول راهن وقامر مثل ما أنت ذكرت بنيامين نتنياهو بالضربة التي حصلت على القنصلية الإيرانية في سوريا، ممكن طبعا نحن عم نحكي فرضيات أن المقامرة الثانية تكون تطبيق لما لكم التكهنات اللي موجودة دائما بأنه يصير في توسيع للحرب الدائرة في الجنوب سواء على المستوى الجوي وحتى الشيء المستبعد دائما بحصول عملية بردية. عنده الخطوة الأهم تقديري أن نتنياهو رفح الإسرائيلي هو رفح، يعني في حال لأنه صاروا فترة عم يحكي عن رفح، فرفح لا تزال تشكل للإسرائيلي هي العقدة بموضوع غزة، لأنه هو بيعتبر إذا ما فات عن رفح ما فات بعد أنه ما حقق الانتصار، أو طبعا أنه يروح على رفح ويفتح جبهة جنوب لبنان واسعة بعتقد صعب يمكن بالوضع لديك، والاحتمال الثاني أنه لا يقدر يفوت على رفح ولا يقدر يوسع الجبهة الجنوبية. نحن كمان أمام جيش إسرائيلي، يعني كمان رغم كل هذه الصورة اللي تنعطى للإسرائيليين واضح أنه هذا الجيش عم بيعاني بالجانب التكتيكي بالقدرات وبالإمكانيات، وحتى بداخل غزة يعني بتلاحظ مثلا بيترك منطقة ليرجع يهجم على منطقة تانية لأنه ما عاد قادر يهجم على كل غزة يمكن فرد
هل يستطيع أن يذهب إلى حرب واسعة مع لبنان؟ أنا تقديري الموضوع ليس سهلا، لذلك الإسرائيلي اليوم عم بيعتمد على عمليات مدمرة، خلينا نكون واقعيين يعني، خصوصا بالمناطق الجنوبية الحدودية، وعلى عمليات الاغتيال. وهول باثنين بهذا الموضوع، إذا بدنا نكون موضوعيين حتى كمان نقرأ، طبعا عم بيحقق نتائج يعني واضح الآن، هو بالاغتيالات عم يصل إلى كوادر بالمقاومة، وبالتدمير عم بيقدر يدمر بنية تحتية كبيرة بالمناطق الحدودية. لذلك ما هي حاجته ليوسع الجبهة؟ شيء جديد اللي صار أنا برأيي، واللي هو بدنا نشوف كمان، مثل ما كان عم بيحكي الزميل قاسم قاسم، بين إيران وإسرائيل، بين حزب الله وإسرائيل اليوم كمان في نوع من اكتشافات بالجبهات اللي حضرتك بالمقدمة قلته. حزب الله من يومين طور عملياته واستهدف قرية العرامشة، واللي أدت إلى إصابة ومقتل حوالي 18 جندي، وأيضا العملية التي قام بها باستهداف إحدى منصات الصواريخ، واللي دفعت الإسرائيلي كمان لزيادة حجم العمليات. نحن أمام توسع تدريجي. هذا التوسع التدريجي طبعا كثير زملاء، ونحن سبق انا يمكن شخصيا وصلتني معلومات حتى من داخل فلسطين، من بعض الاصدقاء، من بعض انه والله عم بيحضروا الاسرائيليين حتى تحدد يوم 8 نيسان الماضي، وما طلع ما في شيء، رغم كل الاجراءات، وانبعث لنا حجم الاجراءات الداخليه لديك. طبعا اجت قصه الرد الايراني اخذ الامور باتجاه اخر. نحن امام لحظه تطور في الصراع على الجبهه الجنوبيه، مثل ما هو في الصراع على جبهه، بس بعده باطار الاختبار اكثر. حتى الان ما في لا مؤشرات ولا امكانيات ولا قدرات انه الاسرائيلي قادر على الذهاب الى حرب واسعه، لانه بيعرف الاسرائيلي الحرب الواسعه، وخاصه انه حزب الله اليوم نجح يعمل ما يسمى مشروعية الرد على الحرب الواسعة. يعني اليوم إذا إسرائيل عمل حرب واسعة، وقام حزب الله مثل ما عملوا الإيرانيين وحزب الله، أقول بيفكروا كتير بشكل مشترك لأنه في خبرات وتبادل، ما صار إيران اشتغلت أسبوعين لتأمن كل البيئة الدولية لإعطاء حقها القانوني بالرد على إسرائيل، حتى بهذا الموضوع أنه إيران صارت دولة. حزب الله بالمقابل رغم أنه هو حركة مقاومة، لكن كمان لأنه عنده حسابات داخلية وعنده ضغط عليه كتير، قدر عم بيأمن مشروعية تدرجه بالعمليات المقاومة، وتدرجه في حال لا سمح الله رحنا على حرب واسعة، حتى ما حدا بلحظتها يقول ليش رحتوا على الحرب، حتى ما يتكرر ما يمكن بشفافيته العالية سمحت السيد وقت حرب تموز لو كنت أعلم. هلأ ما في لو كنت أعلم، الكل عارفين ما الذي ينتظرنا في حال صرنا حرب، وعم نشوفه بغزة هذا حجم التدمير الكبير، ونحن عم نشوف جزء منه بالقرى الجنوبية. لكن طبعا إذا رحنا على حرب واسعة يعني لبنان كله رح يصير من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال أمام هذه الحرب. بالمقابل حزب الله لن يترك إسرائيل هادئة، يعني بده كمان روحها. نحن سنكون أمام حرب مدمرة بكل معنى، وهذا اللي خوفني منه أمريكا. مشان هيك الأمريكان والفرنسيين صاروا من 6 أشهر عم يسعوا خسر المعركة وعدم الذهاب إلى الحرب. ما في اعتبر أنا بأنه كل المحاولات سواء عبر التهديد والتهويل بالأشهر الماضية واللي هلأ خفتت إلى حد ما، يعني بزيارة المفادين الدوليين سواء الأوروبيين أو حتى الأمريكيين أموس هوكشتاين، و يعني كل وزراء الخارجية اللي اجوا نقلوا رسائل انه يا اما بتوقفوا هلا يا اما الاسرائيليين في حرب، واضح جدا انه كل هذه الرسائل التي نقلت كانت بما انه ما صار شيء بهدف الضغط، بس ما في انا اعتبر ايضا بعد ان خفتت هذه الرسائل بانه يعني وقت الكلام قد انتهى، قد لا انتهى، وهلا الاحتمالات لا الاوسع والاكبر بانه يعني الاسرائيلي يقدم على هذه الخطوه. يعني احنا يعني اعطيناكم فرصتكم بما معناه بالكلام، احنا والزميله جوزفين ديب وكنا مع بعض الزملاء مع السفير الفرنسي ماشي، يعني صارت مش هذاك، قال انه احتمال يعني اول شيء الجهود الدبلوماسيه الفرنسيه مستمره وبالتنسيق مع الأمريكان ولقاء لودريان وهوكستاين بكل حالة لرئيس الحكومة وقائد الجيش في فرنسا، إنه هلأ إنه واضح الجهد الفرنسي مستمر، لأنه الفرنسيين بيعتبروا بضل عندنا، رغم أنه هو نفسه السفير الفرنسي بيقول احتمال الحرب 100% أنه بأي لحظة من لحظات ممكن تقع، بس نحن ما فينا ننطر هذا الاحتمال يصير، لازم نضلنا نشتغل، وبعضهم عم يشتغلوا لأنه فرنسا بتعتبر أنه هي الدولة الأكثر معنية
بمنع الذهاب إلى حرب واسعة أكثر من أمريكا، لأنه هي إيدها بالنار، لأنه عندها جنودها وعندها مصالحها. لكن الأمريكان كمان بيعتبروا أنه لهم مصلحة كبرى بعدم الذهاب إلى حرب، خاصة أنه هذا رح تنعكس بطل بس تنعكس على لبنان وإسرائيل، تنعكس على كل المنطقة. لذلك احتمال الحرب بيضلوا قليل رغم توقع البعض أو بيقدروا، لأنه مرتبط بحجم يعني الرد اللي بده يعمله حزب الله، واللي ما حدا بيعرفه حتى الآن. ما قام به حزب الله مثل ما عم بيتلقى حزب الله بيتلقى ضربات، أو بإسرائيل عم بيحاولوا يزيدوا ضغطهم، لكن حزب الله عم بفرج الإسرائيليين جزء من قدراته اللي بعده ما استخدمها، واللي بيفترض أنه الإسرائيلي هو عم بيفكر يعمل شيء يوسع، انه والله عند حزب الله في شيء ثاني نحن مش عارفين. طب باي لحظه بتعتبر طالما يعني هو يا اما الاحتمال 100% يا اما الاحتمال صفر؟ ما احنا بين صفر وبين 100%. تمام. باي لحظه تعتبر بانه واضح جدا ما يقوم به حزب الله بانه انا ضابط نفسي وعم بعمل عمليات بوجه فيها رسائل، بس إنما حريص جدا أن لا أعطي أي ذريعة للإسرائيلي بأن يقوم بجنونه المعتاد عليه. بس سؤالي هو بأي لحظة تعتبر أن حزب الله لم يعد بيعتبر حزب الله أنه الحرب ستقع، وبالتالي أن أنا أبادر أفضل بكثير من أن أترك؟ لا، حزب الله حسب تقديري لن يبادر، يعني هذا تقدير، هذا ما في يعني بالأخير. رغم ذلك أنا كنت بدي أقول فكرة أنه نحن أمام إسرائيل جديدة، لا أحد يعرف كيف تتصرف إسرائيل، وواضح إسرائيل عم تعمل إشياء ما كان حدا متوقع، يعني رغم كل همجيتها وعدوانها بس تجاوزت كل شيء، خاصة بموضوع السفارة القنصلية. ونحن أمام حزب الله جديد بأدائه، هذا حزب الله بعقلانيته العالية جدا اللي ما بعتقد كان موجود منذ، يعني مع احترامي لكل التجربة، لكن أكثر مرحلة أنا رأيي شخصي هذا عقلانية حزب الله وإدارته الواقعية للأمور تتجلى اليوم بهذه الحرب. وإلا بكل الحروب السابقة حزب الله ما كان يعني بهمه كان الجبهة الداخلية، بس كان بيقاتل وهو يعني مش مكبل بالموضوع الداخلي. أو بس هذه العقلانية مرتبطة بتبدل حصل عند حزب الله نظرا للظرف أو نتيجة الظرف الداخلي على وجود الداخلي أي حلفاء؟ أول شيء الوضع الداخلي، التدرج بإدارة الأمور، فهم الوقائع، تفكير بطريقة أخرى، لأنه كمان حزب الله عم بيفترض أنه يمكن يروح لحرب كبرى بأي لحظة، ما لازم هو يعني يروح دغري على الحرب، ما لازم إسرائيل تستدرجه على الحرب، هو بده يختار أنت ممكن يرد على الحرب. فنحن أمام حزب الله جديد، وهذا حزب الله جديد بعقله. لذلك طب كل توقعاتنا صرنا 6-7 أشهر كل تحليلاتنا أنه أنت بيصير الخط الأحمر، ما حدا بيعرف شو هو الخط الأحمر، وهذا حزب الله الجديد لن يبادر بفتح الأرض. لذلك هلأ بالتقدير اليوم أنه حزب الله ضمن حساباته هو لن يبادر إلا إذا فرضت عليه الحرب، بمعنى خلص انه ما في مجال، يعني اسرائيل عملت عدوان لا يمكن ان يسكت عليه، بمعنى الجانب سواء الاقتحام او شو عم بتصير. على فكره خلال كل هالفترات الماضيه عم بتصير نوع من تستات، يعني الاسرائيليين بيبعتوا احيانا مجموعه عم بتنفجر فيها عبوات وعم في مواجهات، لانه واضح الاسرائيلي كل يوم عم بيعمل فحص لقدرات حزب الله ليشوف حزب الله شو عنده، سواء بالقصف أحيانا وقت ما يخصف أماكن مثل الريحان مثل عرمتا مثل البقاع، بده يشوف كيف بده يتعاطى حزب الله. بالمقابل حزب الله مش عم بيعطي الإسرائيلي ما يريده الإسرائيلي، ما عم بيكشف له قدراته سواء بإسقاط الطائرات المسيرة أو بالراد أو بالصواريخ، عم بيقطرهم. لأنه هذه معلومات، الآن هون في يقول أنه عندي معلومات، لأنه حزب الله ومسؤولين بحزب الله بيقولوا ليست هذه الحرب التي الكبرى، نحن علينا أن نترك كل قدراتنا للحرب الكبرى، لأنه عاملين حسابهم اليوم حزب الله أنه بأي لحظة ما حدا بيعرف أنت بتصير، لأنه هذا الجنون الإسرائيلي، لأنه واضح اليوم كل الشيء اللي عم بيصير بغزة ما قدرنا وصلنا لوقف إطلاق النار. طيب إذا استمر نتنياهو والحكومة الإسرائيلية وبدعم أمريكا بهذه الحرب، في لحظة من لحظة بدها تنفجر ترجع الأمور، إذا ما وصلنا لاتفاق لازم نحضر للحرب الكبرى، ونحن لازم نكون جاهزين لهالشيء. لكن اللي عمله حزب الله اليوم، وأنا هذا بلتقي بزملاء وبباحثين بقول لهم يا عمي والله لازم نشكر حزب الله اليوم كل يوم، لأنه عم يعطينا فرصة نضلنا هذا البلد نخوض حرب كبرى لدعم فلسطين دفاعا عن لبنان، ولكن البلد لا يزال رغم أنه في أضرار وفي تضحيات وفي شهداء، لكن بعده عم بمارس حياته الطبيعية من أقصى الجنوب
من صور الى اقصى الشمال، يعني انه في المعادله اللي ما كان حدا، انا بتذكر هذا يمكن النقاش اللي كان يصير قبل حتى من ايام التسعينات اللي كان يطرحه الاستاذ وليد جملاط هانوي او هونغ كونغ. الجواب اللي اجابه يومتها الحاج محمد فناش وكتبناه يومتها بجريده المستقبل، كنا بجريده المستقبل، انه نحن لنا هانوي لهونغ كونغ، نحن بنفس اللحظه ممكن يكون هونغ كونغ وهانوي بنفس اللحظه، في مين عم بيقاوم وفي مين عم بيعيش حياته الطبيعية. وهذا الآن صاير، يعني بهاي اللحظة اللي في مقاومين عم يستشهدوا وفي قرى عم تتدمر بجنوب، في ناس عم بيعيشوا حياتهم الطبيعية. هاي شغلة يمكن ما بتصير بس مجدداً، بس على المعلومات اللي ذكرت انه هذه حزب الله بناء على المعلومات لا يعتبر انه المعركة التي تدور اليوم هي المعركة التي الكبرى، يعني اللي بتدفعه ليعمل الحرب الكبرى. حزب الله ينتظر ممكن بأي لحظة تصير هالحرب الكبرى، والكل كان خوفان حقيقة انه وقت ما صار. بتتذكر هذيك الليلة 13-14 نيسان الناس كلها كانت عايشة. كمان حزب الله قدم بتلك الليلة كمان نموذج جديد من علاقته بإيران ورد على كل بهاللحظة. إيران ردت وحزب الله رد، الكل كان بيقول ان عندما تقصف إيران او تتعرض لخطر إيران شو بدها تعمل إيران؟ تطلب من حلفائها بالمنطقة انه هن يردوا، وهي بدها تحيط حالها. كلفت كثير هون البيان اللي طلع عن البيت الأبيض اللي ذكر البلدان التي شاركت في الرد الإيراني او انطلق او اعتبرت انه كان جزء من الرد الإيراني، واستثنى تم استثناء لبنان من هذا البيان. ذكرت العراق، ذكر اليمن، ايضا ذكرت سوريا بتنسيق الرد الإيراني، ولكن لبنان كان خارج التنسيق. كمان هيدا أنا برأيي جزء من العقل الجديد اللي هو موجود بالأساس الإيرانيين. أنا بقول لك بالفترات الأولى قبل ما يتأسس حزب الله بالمعنى الرسمي كان في مجموعات تعمل مع الإيرانيين، وبتعرف وقتها كان البلد فوضى وذلك يصير عمليات يصير قصص. بس لكن حزب الله اليوم واضح اليوم استقلاليته بإدارة المعركة، مش انه هو والله بيشتغل على ريموت كنترول مع ايران. وتبين ان الايراني عندما تتعرض سيادته وارضه مباشرة ما بيتكل على حدا، هو الذي مباشرة يرد ولا يرد عبر لذلك. لكن بنفس الوقت نحن امام معركة مش بس بتخصنا، لأنها بتخص المنطقة كلها. اسرائيل اليوم تخوض معركتها الكبرى، لكن هاي المعركة عم بتخوضها بغزة اليوم، هل ستوسعها؟ ما بعرف. يعني انا حقيقة ما عاد عندي قدرة يمكن على مستوى الشخص، وحتى بسأل أصدقائنا بمراكز دراسات باحثين ما حدا عنده قدرة استشراف أو وضع ما يسمى خريطة مستقبلية كيف بدها تتطور الأمور. لكن يجب علينا أن نكون مستعدين لكل شيء. نحن أمام واقع عم يتغير بسرعة يوم بعد يوم، في معطيات جديدة كلها، بدنا نكون مستعدين لكل احتمالات. الشيء الجيد واللي بعتقد لازم كل الناس تعرفه أنه عنا إدارة للمعركة، إدارة عاقلة عم بتدير المعركة، مش إدارة عفوية أو إدارة جنونية. يعني مش الشباب اللي عم بيديروا المعركة هن ناس لا أصحاب خبرات فهمانين العدو مزبوط وعندهم بيعرفوا شو عم يعملوا وعم بيديروا هالمعركة بالتفصيل، مش بس بالموضوع العسكري، في معركة على مستوى الإعلامي، في معارك على مستوى النفسي عم تنخاض مع الإسرائيليين. يعني شيء كتير مهم جدا سواء حماس أو حزب الله أو الإيرانيين أو أنصار الله. ما فينا يعني فينا نفصل أكثر بهذا الموضوع، ولكن ما فينا نقطع عن محليا أقل شو عم يصير ولو سريعا، لأنه الوقت المخصص لهذا الموضوع قليل جدا، لأنه الصورة الأكبر هي الأكثر تركيزا. بس بظل يعني في بعض من يعتبر انه كل الجولات التي تحصل اليوم خماسيه ورباعيه والدفع بالملف الرئاسي وكانه شيء تقطيع وقت. تقطيع وقت؟ لا مش صحيح، مش صحيح. في جهد دولي وجهد محلي ل مش تحييد بمعنى لوضع لبنان، تحصين لبنان بظل هالمتغيرات. في قناعه دوليه انه احنا عندنا فرصه اليوم، إذا فينا نعمل انتخاب لرئيس جمهورية بغض النظر عما يجري في غزة خلينا نعمله. حسب بنرجع للسفير الفرنسي بيقول إنه لقاءاتهم مع حزب الله بيأكد له حزب الله إنه هو مش رابط جبهة غزة بالرئاسة ومش ناطر مقايدة من غزة بالرئاسة، يعني بعكس ما يروج وبعكس يمكن ما بعض سرب عن الأمريكان. الأمريكان حزب الله قال إنه إحنا جاهزين أي لحظة بصير حوار بصير في توافق نحن جاهزين. وهذا امبارح حسب المعلومات تم تبليغه امبارح اول امبارح كتله وفاء المقاومه للجنه الخماسيه ان نحن جاهزين باي لحظه بصير في حوار وبصير في تفاهم نحن ما عندنا مشكله.
من الملف. على المستوى الدولي معتبرين انه في لحظه لازم نحصن البلد، لانه الوضع الدولي والاقليمي يعني كل ما عم بيمشي عم بيزيد الاثر السلبي على لبنان، لازم نحصن لبنان، فلازم نضغط. بس بدك العقول الاخرى بالبلد تفهم هالشيء. يعني للاسف حتى اليوم في مثل عقل جامد، يعني هذه بسموها كان سميها سمير فرنجي اللغه الخشبيه والعقل الخشبي، اللي بيضلوا يكررك نفس الفكره كل يوم، انه انتخاب بنروح على انتخابات رئاسيه وجلسه الانتخاب بنعمل فيها مشاورات ولنتفق على راي. ففي واحد عم بيقول لك انا ما راح اروح على جلسه الانتخاب الا اذا تفاهمنا، لانه هذا الرئيس يمكن عبر امبارح استاذ سليمان فرنجي بالاول مره بيحكي يمكن بصراحه، هو عاده صريح، بس حكي انه بدنا رئيس جمهوريه ما يكون خاضع لحدا لا بالداخل ولا بالخارج، ما يقدر يقول لا للداخل او للخارج عند الضروره، لانه نحن بلحظه اليوم بلحظه خطره داخليا وخارجيا، بدك رئيس يقدر يواجه، وهذا الرئيس بده تفاهم، يعني اذا ما بتتفاهم عليه ما راح يصير في مجال رئيس. الكاتب الصحفي قاسم قصير، انا بدي اشرق على شكرا على كل هذه المعلومات، فيها شكرا جزيلا لك، والشكر موصول اليكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقه مقبله.